نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من مقديشو. ينضم إلي الصحفي ليبان عبدو، هو علي مدير قناة الصومالي. أهلا بك معنا، القومي الصومالي. أهلا بك معنا سيد ليبان. ما علامات الاستفهام لديك حول ما حدث؟ لنبدأ طبعا بطبيعة الحال والسؤال الأبرز اليوم، لما لم يتم تبني تفجير بعد؟ بطبيعة الحال كما ذكرتم، هذه العملية وهذا التفجير الإرهابي الدموي هو الأكثر دموية في التاريخ الصومالي، في تاريخ الأنشطة الإرهابية في الصومال على مدى السنوات الطويلة التي كانت الصومال تشهد أعمال عنف وصراعات مسلحة. عودا إلى سؤالك، لماذا لم تتبنى حركة الشباب علنا هذه العملية وهذا التفجير؟ طبعا هذه العملية وهذا التفجير الدموي الكبير يبدو أنه تفجير أوقع أكبر الخسائر وأفدح الخسائر من حيث القتلى ومن حيث الجرحى ومن حيث الخسائر المادية التي لحقت بالمباني والبيئة أيضا. لهذا إذا نظرت إلى الحنق الشعبي وإلى هذا الاستياء المحلي والدولي وإلى هذه الهبة الشعبية وإلى هذا الموقف الموحد من الجميع في الخارج والداخل، يعني لا يمكن بحال من الأحوال التجرؤ على تبني مثل هذا العمل. ثم ومنذ متى هكذا جماعات لا تتجرأ؟ يعني هي بالعادة كان داعش أو شباب أو ما غيره تفخر. هي بطبيعة الحال ربما تحاول أن 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 تدر الرماد في عيون الناس وتجاهل ما يمكن أن يفهمه الناس، بالتالي في مناسبات أخرى وفي تفجيرات وعمليات إرهابية أخرى حصلت في الصومال حركة الشباب لم تتبنها، مثل هجوم فندق شامو الشهير الذي وقع في نهاية 2009 حيث قتل طلاب متخرجون من جامعات مختلفة. لهذا مثل هذه الهجمات ومثل هذه التفجيرات الدموية توحد الشعب وتمس ضمائر الناس بشكل سوي، بالتالي هذه الحركة تحاول أن تدر الرماد في العيون. ولماذا تتحدث عن حركة طالبان سيد ليبان فقط؟ يعني وكأنك تستثني أي احتمال لداعش. أوكي، بصمات. نعم، هذه بصمات معروفة، لا توجد هنالك جماعة بربرية وحشية في الصومال غير حركة الشباب، وهذه بصماتها معروفة، هي التي هاجمت فندق الصحفي وقتلت العشرات من المدنيين والمسؤولين الحكوميين، وهي التي فجرت فندق الجزيرة في السابق، وهي التي فجرت مجمعات وأماكن مدنية مختلفة في الصومال وفي خارجها، وهي التي هاجمت ويست جيت في نيروبي، وهي التي تبنت عملية جامعة غاريسا وقتلت عشرات الطلاب والمدنيين. نعم. العزل. هذه الحركة معروفة بهمجيتها ومعروفة بوحشيتها، بالتالي التحفظ على مثل هذا الهجوم وعدم تمنيه لا 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 يساوي شيئا. الكل يعرف أن هذه الحركة هي المسؤولة وهي التي نفذ هذا الهجوم، خاصة وأنها كانت تشعر بأنه تم كسر شوكتها أو على الأقل تم التضييق عليها في الفترة. نعم. الأخيرة، بحيث أن هذه العملية وهذا التفجير الوحشي يأتي بعد فترة من الهدوء النسبي في العاصمة الصومالية إثر العمليات المختلفة التي كانت تقوم بها القوات الحكومية. أنا أشكرك، شكرا، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك من مقديشو، الصحفي ليبان عبدو علي مدير قناة القومي الصومالي.